مواسم، لأنه في الوقت اللي بعض البطولات في العالم لم تنتهي حتى الآن، بدأت نفس البطولات في يعني دول تانية. وبالتالي الحقيقة احنا عندنا أجندة دولية مزدحمة، ويبدو أن توابع الكورونا هتفضل مكملة معانا شوية. بطولات قارية تم تأجيلها، وبطولات دولية منها الأولمبيكس طبعا تم تأجيلها، وكل دي الحقيقة يمكن أربكت الحسابات بشكل كبير جدا. بالإضافة كمان اللي يهمنا أن احنا نحط برضو في الصورة أو نسلط الضوء على مستقبل الكرة في تحديدا في القارة الأفريقية، وإزاي من الممكن أنه اللعبة وصناعة كرة القدم في القارة الأفريقية من الممكن أنها تتطور. دكتور بالحسن مالوش، المستشار الفني للفيفا وعضو اللجنة الفنية للكاف وعضو لجنة تعليم المدربين بالاتحاد الأسيوي، هو ضيفنا في السادسة من خلال الفيديو كونفرنس. دكتور بالحسن مالوش، أهلا بيك في السادسة على شاشة الأهلي. السلام عليكم، وبيك أكثر إن شاء الله يكون لقاء ممتع بالنسبة لمشاهدين قناة الأهلي السادسة. أهلا وسهلا بحضرتك، وهبتدي الحقيقة من البداية مع مشكلة الكورونا وتوابع الكورونا اللي بعتقد أنها أثرت بشكل كبير جدا على المسابقات في العالم كله، سواء كنت بتكلم على المسابقات القارية أو الارتباطات الدولية للمنتخبات أو حتى على مستوى الأندية. إزاي بينظر الفيفا وإزاي بيبص الاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمشكلة الكورونا أو مرحلة ما بعد الكورونا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيكم على الاستضافة. أولا، أهم شيء بالنسبة للاتحاد الدولي والاتحاد الإفريقي هو سلامة اللاعب وكل المتداخلين في نشاط كرة القدم وفي المسابقات، ولكن في نفس الوقت فيه يعني تشجيع من الاتحاد الدولي والاتحاد القاري على مواصلة المنافسات والمسابقات حتى لا تتأثر كرة القدم واللاعبين والمدربين وكل الناس، يعني كل الأفراد المتداخلة في هذه اللعبة، لا حتى لا يتأثر اقتصاديا ورياضيا من جراء هذه الجائحة. فنشاهد أنه عديد الدول، أكثر أغلب الدول واصلت يعني استأنفت النشاط الكروي بالرغم من صعوبة الوضع وصعوبة الجائحة، وفي بعض الأحيان يتم تأجيل المباريات إلى آخره، ولكن فيه حقيقة شجاعة كبيرة من عديد الاتحادات منهم الاتحاد المصري على مواصلة المشوار و يعني مواصلة النشاط الرياضي فيما فيه صالح كرة القدم الوطنية. بالتأكيد سلامة اللاعبين مبدأ متفق عليه ويأتي في المقام الأول من حيث الأهمية والأولوية، ولكن حضرتك تدرك تماما أنه كرة القدم أصبحت صناعة واستثمار، وبالتالي تلاحم المواسم أثر بشكل كبير جدا على استثمارات الأندية في لاعبيها. بنتكلم على قوائم طويلة جدا من الإصابات، أثر بشكل كبير جدا على عقود الرعاية، أثر بشكل كبير جدا حتى على تعاقد الأندية مع مدربيها ومع لاعبيها مع توقف المسابقات لأكثر من 4 شهور. من الناحية القانونية، هل شفت حضرتك أو من وجهة نظرك هل قام الفيفا أو هل قام الاتحاد الأفريقي بمبادرات أو بطرح أفكار تساعد الأندية على تجاوز الكبوات اللي من النوع ده؟ في بخصوص الاتحاد الدولي، انا ما شفتش، انا في الاتحاد الدولي من سنة 2004، ما شفتش العدد يعني الكم الهائل من المساعدات المالية اللي صارت في الفترة الأخيرة، يعني 1.5 مليون دولار لكل اتحاد لمواجهة الصعوبات الاقتصادية للأندية وللاتحادات في هذه الجائحة، وأظن إلى جانب 1.5 مليون دولار للعادي اللي يعني هو داخل في برنامج الفورورد، المساعدات هذه جاءت يعني لتخطي هذه المرحلة، للمساعدة على تخطي هذه المرحلة. و يعني بالنسبة للاتحاد الافريقي، احنا في اللجنة الفنية قام بعديد من ورش العمل لإعداد برنامج يساعد الأندية والاتحادات يعني المنتخبات على كيفية وضع بروتوكول لحماية اللاعبين واستئناف النشاط في ظروف صحية ملائمة، ويعني تم نشر هذا البروتوكول على جميع الاتحادات. فالوضع خاص جدا ووضع يعني استثنائي، له يعني حلول استثنائية، ولكن دائما المخاطر موجودة، ودائما قد ما تاخذ احتياطاتك كاتحاد أو كنادي
فالصعوبات متواجده، ولازم تكون فيه شجاعه وفيه جراه على مواصله النشاط في ظروف صعبه جدا. بالطبع الوضع الاقتصادي تاثر، للمؤسسات الاقتصاديه تاثرت، وهذا يرجع بالضرر على كره القدم وعلى الاستثمار في كره القدم. ولكن من امتيازات اللاعب ومن امتيازات مميزات المدرب او المسؤول هو التاقلم. هذا شيء مفروض علينا، ولا بد ان نتاقلم ونتعاون ونتساعد مع بعض كانديه وكاتحادات اهليه وكاتحادات قاريه والاتحاد الدولي على مواجهه هذه الصعوبات والرجوع بحول الله وان شاء الله باذن الله الى الوضع الطبيعي عندما تنقشع هذه الجائحه. إذا كان مطلوب مننا أن احنا نتعامل مع هذا الوضع، وقد يتكرر الحقيقة لا قدر الله، يعني لا نتمنى ذلك على الإطلاق، ولكن قد يتكرر نفس السيناريو مرة أخرى، هل في حلول تم التفكير فيها أو سيناريوهات مسبقة دكتور بالحسن تم إقرارها من قبل الفيفا أو من قبل الاتحاد الأفريقي أو اللجنة الفنية المكتب الفني في الاتحاد الأفريقي؟ هو شوف، هي الآن الوضع معروف في العالم، وفيه بلدان بدأت تتعايش مع هذا الفيروس وتحاول أنها تترقب، الناس كل تترقب في اختراع هذا اللقاح اللي باش يوقف هذه الجائحة. ولكن في انتظار ذلك لابد على كل اتحاد أن يتأقلم مع الوضع. فما اتحادات عملوا الدوري متاعهم كان مركز في بلد، يعني في مدينة أو مدينتين، في بلدان يعني مشاوا الدوري بدون جمهور وببروتوكولات يعني قوية جدا لتجنب هذه يعني العدوى. وفي كل اتحاد لابد باش يكون مسؤول على نفسه قبل ما يفكر انه الاتحاد القاري او الاتحاد الدولي. هذا الاتحادات يعطيوا مساعدات، يقدموا مساعدات، ولكن الحل هو موجود في البلد نفسه، في الاتحاد نفسه، بالتعاون مع السلطات طيب. يعني المعنيه مثل وزاره الصحه. خليني انتقل لنقطه كيفيه او ملف تطوير كره القدم، وخصوصا في القاره الافريقيه، سواء كنت بتكلم على مستوى الانديه او على مستوى المسابقات المحليه او على مستوى اللاعب وايضا مستوى المدرب. ايه هي اهم معالم رؤيه الاتحاد الافريقي واللجنه الفنيه داخل الاتحاد الافريقي في تطوير صناعة ولعبة كرة القدم داخل القارة؟ والله احنا في الاتحاد الافريقي الان كعضو، انا في اللجنة الفنية وفي نفس الوقت في الاتحاد الدولي، وعندي مسؤولية كذلك في الاتحاد الاسيوي، ملم بعض يعني العناصر اللي تخلينا في الاتحاد الافريقي يعني نتقدم بخطى حثيثة نحو تطوير اول شيء المدربين. ففترة طويلة جدا كان الكابتن شطة مدير فني للاتحاد الافريقي وعمل مجهود جبار لوضع يعني وضع برامج تعليميه لمختلف المستويات. ثم جاء اتفاقيه التعليم القاري القاري والقاره الاسيويه، واصبحت الفيفا بين القارات رفع مستوى البرامج التعليميه حتى يتم الاعتراف بالشهادات التي يتم تسليمها في القاره الافريقيه. دكتور بالحسن لاموش، المستشار الفني للفيفا وعضو اللجنه الفنيه للكاف وعضو لجنه تعليم المدربين بالاتحاد الاسيوي لكره القدم، بشكرك شكرا جزيلا على انضمامك لينا على شاشه النادي الاهلي في برنامج السادسه، وهروح مع حضراتكم للوداد.